بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الصائمون القائمون، بارك الله لنا ولكم في الصيام والقيام، وحشرنا وإياكم في زمرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك، تقبل الله منكم، صح فطوركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الليالي المباركات والأيام الطيبات من حصتنا أيام معدودات لهذا الشهر الفضيل، أن يجعلنا إياكم الذين صاموا رمضان إيمانا واحتسابا وقاموا رمضان إيمانا واحتسابا، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، القرآن الكريم قال بعض العلماء، طرحوا سؤالا، هل الله سبحانه وتعالى عز وجل هل شرف القرآن بشهر رمضان أم شرف شهر رمضان بنزول القرآن؟ والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى شرف رمضان بالقرآن وشرف القرآن برمضان، فقال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا القرآن العظيم الذي يجب أن نلتفت إليه أيها الأخوة الكرام أكثر مما نفعل الآن. نحن ربما في حياتنا اليومية مقصرون مع كتاب الله سبحانه وتعالى، مقصرون مع هذا القرآن العظيم والذي قال فيه الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله اللي هو القرآن، وعطرتي في بعض الروايات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يتدارسه جبريل، يتدارسه القرآن في كل ليلة، وهناك رواية أن جبريل تدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم في عام وفاته عليه الصلاة والسلام مرتين. لماذا يتدارس جبريل القرآن الكريم مرة في السنة مع النبي عليه السلام، يتدارس معه القرآن الكريم حتى يجعلها سنة لنا، وحتى نجعل من هذا الشهر الكريم شهر القرآن، شهر القرآن بامتياز، تلاوة وتدبرا ومدارسة وتعليما وحفظا وتطبيقا أيها المسلمون، وتطبيقا لهذا القرآن الكريم، عملا بقول عائشة رضي الله عنها التي كانت تصف النبي عليه السلام بأن عندما سئلت عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، أي من أراد أن يعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فليقرأ القرآن، فسيجد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مجسمة ومطبقة في أرض الواقع ومع الناس، حتى مع الخصوم، حتى مع الأعداء، ما بالكم مع الأهل، ما بالكم مع الأولاد، ما بالكم مع الصحابة، ما بالكم مع الجيران، سبحان الله العظيم. فكان النبي عليه السلام قرآنا يمشي على الأرض. ولذلك أيها الأخوة الكرام، نحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في تعاملاتنا مع هذا القرآن الكريم، أن نعيد النظر حقيقة، هل نحن قرآنيون أم نحن أيها الأخوة الكرام قرآنيون ربما فقط في رمضان؟ بعض الناس لا يعرف القرآن إلا في رمضان، وهذا أمر مطلوب ومحبوب ومرغوب، يعني نشجع عليه بالعكس وندعو إليه، ولكن يجب أن يكون سنة، أن يكون عادة، أن يكون طبعا فينا، أن لا نستطيع أن نتخلى عن القرآن يوميا، يعني كين التلاوات اليومية من تلاوة من 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 ورد التلاوات كما يسمى، وكين ورد التدبر، وكين ورد الحفظ، وهكذا فنعيش مع القرآن الكريم ونعلم أبناءنا ونربط أبناءنا وأجيالنا بهذا الكتاب العزيز، لأنه والله يا إخوة لا مفر لنا ولا ملجأ لنا ولا يعني خلاص لنا إلا بهذا القرآن العظيم الذي يهدي للتي أقوم، خاصة في هذا الزمان، زمان الفتن وزمان المحن وزمان الإحن وزمان الشبهات وزمان الشهوات، فكيف لا نخشى على أبنائنا، وكيف لا نخشى على أنفسنا، وكيف لا نخشى على أمتنا من كل هذه الزوابع والأعاصير التي تحيط بنا من كل جانب. فالعصمة أيها الإخوة الكرام في حبل الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله سبحانه وتعالى هو القرآن أيها المسلمون. ومن ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يهتم اهتماما كثيرا وعظيما بالقرآن الكريم خاصة في هذا الشهر. وكان مثلا أئمة من بعده كالإمام مالك رحمة الله عليه المحدث الفقيه، كان إذا دخل رمضان ماذا يفعل؟ يطوي الحديث ويطوي الفقه ويهتم بالقرآن وحده، وهكذا كان دأب العلماء على مر العصور وعلى مر
عبر التاريخ عرفناهم أيها الإخوة الكرام قرآنيين، يعني يزدادون تقربا من القرآن الكريم، يزدادون تلاوة، يزدادون تدبرا لكتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن رمضان هو شهر القرآن، والقرآن نزل في رمضان، ولذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أيها الأحباب، فلنحرص على قراءة القرآن، ولنحرص على تلاوة القرآن، ولنحرص على تجويد القرآن، ولنحرص على تدبر القرآن الكريم، ولنحرص على أن نتخلق بأخلاق القرآن الكريم حتى يبقى لنا هذا الخلق ماشيا معنا، يعني نتميز به في سائر حياتنا وفي سائر ما بعد رمضان. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا من خاصة أهل القرآن، والحمد لله رب العالمين.